يعطيكم العافية. نحن هلا بالبارت 4 من الدرس. برجع بذكر انه احنا وي ار ستادينج ريزيستور. الريزيستور اللي هو بينحط بقلب السيركوي لحتى من انرجي ل هيت انرجي، بياخذوا بيحولوا لهيت انرجي. اتفقنا انه انا الريزيستور لحتى اسله الريزيستنس اللي له، اول شغله الريزيستور برمز له هيك تيرمينالز للريزيستور هني ايدنتيكال، وقلنا نحن انه انا لحتى اقيس الريزيستور الريزيستنس للريزيستور بيكفي شيله من السيركويت اوكي وشكه على اوم ميتر مثل ما اتفقنا. ونحن ليش ضروري نشيله من السيركويت؟ لانه اذا مرق شويه اذا مرق كرنت فيه هيدا الكرنت ممكن يغير شوي بالريزيستنس، فلا الاحوط بشيله وبشكه على اوم ميتر اللي هو بيكون جزء عندي من والتي ميتر. قلنا كل ريزيستور له ريزيستنس خاص فيه، يعني انا بقول عد بدي ريزيستور 5 اوم بدي ريزيستور 6 اوم، واليونت اللي لها هي اوم وبرمز لها بهذا الشكل. اكيد في يونتس ثانيين بس الاس اي هي الام. قلنا نحن كل ريزيستور يعني بقلب السيركت، شوفي ممكن كل ما تزيد الريزيستنس كل ما الكرنت بيكون اخف. يعني انا مثلا اذا عندي سيركت اوكي، يعني انا مثلا اذا عندي صبايا اوكي، هاي السيركت في بطاريه وعندي ريزيستور، افترضي هذا الريزيستور 5 اوم، بقوم بيمرق عندي كارنت مثلا 3 امبير. افترضي عندي ريزيستور 10 اوم اوكي، الكارنت اللي رح يمرق اقل على طول لما بتزيد الريزيستنس بقلب السيركت، يعني هون يمكن يمرق كارنت نص امبير. لما بتزيد الكرنت الريزيستنس بقلب السيركويت بيزيد بيقل عند الكرنت على طول، الريزيستنس بتحاول تقاوم الكرنت. قلنا كل ريزيستور يا صبايا عندك اوم فيني اطبق له اومز لو، يعني اذا انا عندي الفولتج لهيدا الريزيستور في عندي اومز لو بينطبق على الريزيستور اللي هو بقول ريزيستور بالسيركويت اومز لو بينطبق عليه بس للريزيستور، اللي هي الفولتج للريزيستور بتساوي الار مضروب الكرنت اللي بقلبه. اوكي كيف برهنها هيدي؟ فيريفيكيشن اوف اومز لو بصير من خلال تو اكسبيرمنتس. لحتى برهن اومز لو انا لازم غير الفولت، لازم غير الكرنت اللي مارق بقلب الريزيستور. لما بيتغير الكرنت اللي مارق بالريزيستور بيتغير الفولتج، فانا فيني اعمل تو اكسبيرمنت. هودي بدك تحفظي السيركويتس اللي لهم وبدك تحفظي كيف عملوهم. اوكي اول سيركويت اني استخدم ريوستات، الريوستات هو ريزيستور فيني غيره الريزيستنس اللي له، بس تتغير الريزيستنس بيتغير الكرنت اللي مارق بالسيركويت، كل ما يتغير الكرنت بقلب السيركويت بيتغير الفولتج. بعمل انا تيبل اي فانكشن اوف في وبرسم الجراف. السيركويت لحتى برهن اومز لو مثل ما اتفقنا هو بلا ما استخدم ريوستات بستخدم بطاريه، بس البطاريه فيني غيرها الفولتج اللي لها. هاي البطارية بيقولوا لها مش بطارية عادية، دي سي باور سبلاي. كل ما غيرها الفولتج اللي لها بيتغير الكرنت اللي مارق بالسيركت وبتتغير الفي، بيطلع عندي ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجن. الار هي السلوب، هون في فانكشن اوف اي. على طول بترسمي في فوق واي فوق. رجعنا قلنا في الجروبينج اوف ريزيستور، قلنا نحن اذا كان في ريزيستور جروبينج، يعني انا اذا عندي سيركت فيه بقلبها مجموعه ريزيستورز، كيف فيني كل هالريزيستورز قيمهم نحط محلهم ريزيستور واحد بشكل نفس الكرنت مير اللي كان مارق يرجع يمرق؟ اوكي اخذنا اذا كان عندي تو ريزيستور ان سيريز الار ايكوفالنت بتكون ار1 زائد ار2، اذا كان عندي تو ريزيستور ان باراليل بس تو الار ايكوفالنت فيني استخدم هيدي او هاي. اذا كان 3 ريزيستور ان باراليل هيدي ضربهم على جمعهم هي بس اذا 2 ريزيستور ان باراليل، اذا كانوا 3 ريزيستور ان باراليل اوكي. طيب هلا حاعطيكي هون اكزامبل على هيدي السيركت، ممكن تيجي السيركت مخلطه يعني فيها سيريز وباراليل. اوكي
عندي application 1 عندي resist هيدا السيركوت عطيني R1 R2 R3 R4 مبين من السيركوت R1 parallel مع ال R2 و R3 parallel مع ال R4 وهيدا الجروب سيريز مع هيدا الجروب مزبوط. فاذا كيف ببلش بشتغل؟ بشتغل بالبارلل لحال وبشتغل برجع يعني هو بشتغلهم لحال هو بشتغلهم لحال بيرجعوا هودي سيريز مع هاي. R equivalent هو اخر ريزيستور بيطلع يعني على طول اخر ريزيستور بدك تحطيه اسمه R equivalent. يعني هلا انا لما بدي طلع ال R equivalent لهول الاثنين ما بسمي R equivalent بسميه R12 لهول الاثنين R34 بيرجع لل R34 وال R12 اخر واحد هو R equivalent. هاي هون عندي R1 parallel مع R2 وهو اثنين سيريز مع ال R3 parallel R4. اول شغله بشتغل بهول اثنين R1 و R2 هودي تو ريزيسترز ان بارلل. بما انه 2 فيني اسمح لحالي استخدم هالقاعده R1 2 ضربهم على جمعهم. اوكي طيب بتقولي لي بس ما كان فيني استخدم 1 اوفر مبلا تطلع 1 over R12 هي 3 على 4 يعني R12 4 على 3 فيكي يعني بس تخلصي بتقلبيهم. R3 و 4 هن in parallel يعني 2 resistor in parallel يعني بستخدم لهم كمان ال R اللي بدي حطه محلهم R3 و 4 هي ضربهم على جمعهم. اوكي لاحظي كل ما طلع R equivalent برسمش انا طلعت R12 هو resistor فيني حطه مطرح ال R1 ومطرح ال R2 شلتهم هو 2 حطيت R12. هلا R3 و R4 بدي شيلهم حط محلهم R3 R4. هلا R34 و R12 هن in series فال R بنحط محل هيدا هون الاخير بسميه R equivalent ل R12 زائد R34. Application 2 مبينه هيدي series مع هو كلهم بس هو هون عندك R2 series مع R3 واثنيناتهم parallel مع ال R4 بس تخلصي منهم هو كلهم الجروب series مع R1. بشتغل خطوه خطوه ببلش بالاسهل مين اول واحد R2 series مع R3 فال R equivalent لإلهم هني R23 بسميه R23 هي R2 زائد R3 فإنت هودي 2 حطيت محلهم واحد R23. هلا R23 هو parallel مع ال R4 يعني بدي حط محله 2 واحد اسمه R234. بما انه هني 2 resistor in parallel فيني استخدم قاعدة ضربهم على جمعهم R234 هي R23 ضرب R4 على جمعهم. اوكي هلا طلعت R234 بس R234 هي series مع R1 صار فيني شيله ونحط محل R equivalent واحد. طيب الصورة اللي بعدها اوكي R1 parallel مع R2 parallel مع R3 هودي 3 resistors in parallel ما فيك تقيلي لي ضربهم على جمعهم اصحى تستخدمي هاي هاي ضربهم على جمعهم بس اذا اثنين برجع للقاعدة اللي هي 1 over R equivalent بتساوي 1 over R1 زائد 1 over R2 زائد 1 over R3 يعني 1 over 2 زائد 1 over 3 زائد 1 over 4 common denominator 12 12 قسمي 2 هي 6 12 قسمي 3 4 12 قسمي 4 3 13 على 12 هيك بتكوني طلعتي 1 over R equivalent R equivalent بقلبهم 12 على 13 clear؟ طيب هلا الواير بحطه الواير اللي بتستخدميه الconnecting wire اللي بتستخدميه بقلب السيركوت اوكي مثلا هيدا او هيدا بحد ذاته له resistance بس الresistance اللي بقله بتكون كتير واطية بس بحد ذاته له ريزيستنس. هلا هون كيف بقدر احسب الريزيستنس للواير؟ نحن عادة الواير بنعتبره هو سلندريكال له طول معين هيدي الدائرة اللي هون هي الدائرة إلى مثل هالدائرة يعني هو الدائرتين لهم اريا A هلا طبيعي بما انه هيدي سيركل يعني شو الاريا اللي لها؟ باي ار سكوير نحن عادة الواير بنعتبره سلندر له طول L معين اوكي وهيدي السيركل اللي على الاطراف بيكون لها radius R فبيكون عندها area A كل واير بيكون مصنوع من مادة معينة يمكن واير نحاس مثلا يمكن مش اوكي مثلا مادة تانية فعشان هيك بنعرف له لهالواير resistivity constant resistivity resistivity هي رقم constant له علاقة بالمادة المصنوع منها الواير يعني اذا نحاس بتكون resistivity كذا انا بعطيك اياها given اوكي هلا هيدا بتكون الريزيستنس لهيدا الرز لهيدا الواير الريزيستنس لهي الواير هي الريزيستيفيتي اللي هي رقم كونستنت تعتمد على الماده المصنوع منه الواير ضرب اللينكث اللي له ضرب الاريا الاريا هي باي